لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئات، نزوح 187 عائلة من سهل نينوى جراء الحرائق. في صحيفة المدى، نائب يكشف عن سجناء فضائيين في عقود الطعام. في موقع كتابات الصدر، ينقلب على عبد المهدي بعدما تعهد العبادي بالولاء. في العرب اللندنية، التجاذب السياسي والفساد يهددان مشاركة العراق في أولمبياد طوكيو. في صحيفة الزمان العراقية، ناشطون يهددون بالتظاهر احتجاجا على شح الكهرباء. في صحيفة القدس العربية، السودان، مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم تطالب بسلطة مدنية. وفي العربية الجديدة، النظام السوري يحشد في ريف حماة محاولة لوقف النزف. السلام عليكم. عبارات وكلمات ومفاهيم تطلقها حكومة بغداد عبر وسائلها الإعلامية ومن خلال أدواتها السياسية والوزارية وعبر العديد من مسؤوليها لترسم صورة من الانطباع الأولي على أنها تشكل مفهوماً للوحدة الوطنية العراقية وتعمل على إعادة صياغة المشهد السياسي العراقي بما يشعر الآخرين بأنها حكومة تساهم في الحفاظ على جميع أنواع الطيف العراقي ولديها القدرة على التعامل اليومي مع الأحداث، وأنها تستخدم العديد من العبارات الدالة على روح المواطنة وتعزيز الانتماء الحقيقي للوطن. يقول الكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر: هذه الأوهام هي من تتصدر أحاديث العديد من قيادات أحزاب السلطة المتنفذة في بغداد والمسيطرة على طبيعة القرار الأمني والسياسي. عودة سريعة للأحداث التي جرت في محافظة ديالى وتحديدا في قرية أبو الخنازير التابعة لناحية أبي صيدا في 2 حزيران عام 2019، والتي شكلت جريمة مروعة ذهب ضحيتها 3 مدنيين في وضح النهار وعلى مقربة من السيطرات الأمنية التابعة للقوات العسكرية العراقية، تؤكد حقيقة الوقائع التي ذهبنا إليها بوجود العديد من الأدوات التي تعمل على إثارة الخوف والهلع في نفوس المواطنين عندما يقوم عدد من الأشخاص مرتدين الزي العسكري الرسمي على تنفيذ جريمتهم النكراء وإعدامهم لهؤلاء الضحايا وأمام أنظار الناس في أحد الأسواق التابعة لقرية أبو الخنازير. هذه الأحداث تعيد للأذهان ما ذهبت إليه العديد من الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني على إعادة مسلسل الاضطهاد القسري والقتل الجماعي لأبناء محافظة ديالى ضمن سلسلة من الوقائع التي شهدتها مدن عراقية أخرى غايتها استمرار عملية التطهير العرقي لهذه الأراضي ودعوة أهلها للنزوح وترك أراضيهم ومزارعهم ودورهم ضمن محاولات المشروع الطائفي الذي يزيد من خوف واضطهاد المواطن في هذه المدن بعيداً عن أي تدخلات حكومية تساعد على إلقاء القبض على الجناة أو التصدي لهم. أمام هذه المعطيات تقف حكومة بغداد عاجزة عن القيام بأي تحركات أو موقف لهذه العمليات التي تطال أهالي المناطق المحيطة بمركز مدينة بغداد أو القرى والنواحي التابعة للعديد من المحافظات العراقية وخاصة الأحداث الأخيرة في محافظة ديالى، لأنها تدرك حقيقة الأوهام التي يجري تسويقها وتعلم أنها لا تملك القدرة على مواجهة تحركات وتوجهات الميليشيات المسلحة وقياداتها وإفشال مخططاتها. شعارات وخطابات وتصريحات ووعود مرت علينا منذ أكثر من 16 عاما ووطني من فك يراوح في مكانه، فضائيات وإذاعات ووكالات أنباء وصحف تروج لمبادئ وأفكار أصحابها أو أحزابها، إلا نحن الفقراء ممن لا يمتلكون المال لتأسيس حزب أو فتح فضائية أو إذاعة، بقينا في حيرة من أمرنا عن الوعود والشعارات التي تطلقها الطبقة السياسية الحاكمة في العراق، كتب أحمد عبد الصاحب في صحيفة الزمان العراقية.
الكل يتحدث عن المستقبل ويرفع شعارات تثلج الصدور، يحارب الفساد، يأبى إلا أن يكون وطنياً مخلصاً، يحب العراق كما يحب نفسه، يرفض أن يسمى عميلاً، يحتقر اللصوصية وأموال السحت، لا يقبل أن يكون دمية أو لعبة في يد أحد. نمشي وراء من؟ نصدق من؟ فلا شعارات نلمسها، ولا تصريحات نؤمن بها، ولا وعود تريح أعصابنا، بل ليس هناك مستقبل واضح للعراق، كل العراق أرضاً وشعباً. يقول أحد الكتاب: إن حامل الميزان ليس أعمى، إنما هو دمية بيد الطاغوت، يظهر نفسه أعمى حتى يكسب ثقة الناس ليرضوا بالوضع كما هو، ويعترفوا بعدالة الميزان الذي هو يفضل الطاغوت الممسك بيديه كل الوسائل القانونية لمعاقبة المتمردين ومكافأة المتملقين. شبعنا شعارات حتى كرهناها، ملت آذاننا من الخطابات حتى سئمناها، تكالبت الوعود الزائفة علينا حتى نفرناها، شغلوا أنفسنا بمستقبل العراق حتى بانت الحقيقة وتبعثرت كل أفكارنا. إنهم أعادوا إلينا قسراً سؤالاً طالما قد مسحناه من أذهاننا، فهم لا يؤمنون بما نريد ولا نريد، أجبرونا على التعامل مع الواقع الجديد في العراق الجديد. حتى تهنا في مواخير السياسيين وصلنا لا نعرف إلى متى سنبقى نريد ومتى نرفض ما لا نريد. حاجتنا اليوم إلى وسائل التغيير أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، رغم تعدد الرئاسات والوجوه على مر السنوات الفائتة. يرتبط حق السكن بحق المواطنة وبمبدأ الضمان الاجتماعي ارتباطاً جذرياً، إذ لا قيمة قانونية واجتماعية لحق المواطنة دون تمكين المواطن المحروم من اكتسابه، وقد نصت المادة 30 من دستور 2005 على هذا الاستحقاق. لذلك يعد السكن من أهم الضمانات الاجتماعية، لكن هل تمكنت الدولة في عراق اليوم من القضاء على هذه المشكلة؟ سؤال يطرحه الكاتب يعقوب يوسف جبر في صحيفة المدى. يبدو أن هذه المشكلة ما تزال معلقة، فهنالك الكثير من المواطنين لا يتمتعون بهذا الحق الدستوري، رغم القيام ببعض المعالجات المحدودة، لكنها ليست بمستوى الطموح. فمن الواجب على الحكومة الحالية إعادة النظر بهذه المشكلة وإيجاد الحل الناجع لها، عبر تخصيص قطعة أرض لكل مواطن لا يملك داراً أو شقة سكنية، ومنحه قرضاً مناسباً دون فوائد. وبهذا الحل ستشرف مشكلة السكن على الانتهاء تدريجياً، كما أن هذا الحل سيسهم في تحفيز الحركة القطاع الخاص ويمتص جزءاً كبيراً من البطالة، ويشعر المواطن أن الدولة ممثلة بحكومتها متضامنة معه إلى أبعد الحدود. وقد أثيرت من قبل الوزارات المختصة مشكلة إقامة البنى التحتية المشترطة في حالة توزيع قطع أراض لتحويلها إلى سكن وكلفة إنشائها، ولا أعتقد أنها مشكلة مستعصية الحل، فمن الممكن حلها عبر إنشاء صندوق وطني تجمع فيه الأموال اللازمة من موارد متعددة، منها تخفيض الرواتب العالية التي يستوفيها بعض الموظفين الكبار في الدولة، وإلغاء بعض الامتيازات التي يتمتعون بها والتي تعد إفقاراً لموازنة الدولة. وهذا الحل الوطني الخالص سيحل محل الحلول الأخرى، منها الحصول على المنح والقروض من دول خارجية أو شركات أجنبية مقابل التزامات تشكل عبئاً على مخزون الدولة المالي. الخلاصة أن أزمة السكن هي إحدى الهواجس الفاعلة التي تؤرق كل مواطن محروم من السكن، والتي تتطلب مسارعة الحكومة الحالية لتطويقها، باعتبار أن حق السكن هو حق دستوري مهم يمس صميم المواطن المحروم منه. لا يمكن للاعتداء على ناقلات في الخليج أن يؤمن شروطاً مختلفة لأي مفاوضات أمريكية إيرانية. لا يستطيع الوسطاء كانوا من اليابان أو سويسرا أو ألمانيا أو سلطنة عمان عمل شيء يذكر في غياب القدرة على إقناع النظام الإيراني بأن العالم قد تغير وأن الابتزاز لا يقدم ولا يؤخر.
ما زالت إيران عاجزة عن استيعاب أن العالم تغير وأن ليس في الإمكان التعاطي مع المعطيات الدولية الجديدة بأساليب قديمة من نوع الاعتداء على المملكة العربية السعودية وعلى ناقلات نفط أو مشتقات بتروكيميائية للرد على العقوبات الأمريكية، بحسب مقال للكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. ما يدل على أن ما قامت به إيران لم يؤدي إلى النتائج المرجوة غياب أي ارتفاع لأسعار النفط. في الواقع تغير العالم إلى درجة لم يعد اعتداء على ناقلات في الخليج يؤثر على الأسعار. هناك وفرة نفطية كبيرة في العالم، لا يزال الخليج مهماً كمصدر للطاقة، لكن التحكم بأسعار النفط صار في مكان مختلف، صار في أمريكا تحديداً. كشف عدم تغير سعر النفط إيران. ما الذي ستفعله إيران من أجل التخلص من العقوبات الأمريكية التي أثرت فعلاً على اقتصادها، خصوصاً أن الثورة الإيرانية التي زاد عمرها على 40 عاماً لم تستطع تحقيق وعد بالتخلص من الاعتماد على الدخل الذي مصدره النفط والغاز. الملفت أن إيران ترد بطرق ملتوية على الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الأمريكية عليها. تمارس سياسة إيران حافة الهاوية بهدف جر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية محدودة تنتهي بمنع الرئيس دونالد ترامب من الحصول على ولاية أخرى نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف عام 2020. من الواضح أن إيران لا تستطيع تحمل ولاية ثانية لترامب تمتد إلى مطلع العام 2025، إضافة إلى ذلك أنها تعرف تماماً أن الجو في واشنطن ليس جو حرب، وأن الرئيس الأمريكي نفسه ليس راغباً في هذا النوع من المغامرات. لا يمكن تجاهل أن إدارة ترامب ليست في وارد شن حرب على إيران، حتى لو اعتدت على مزيد من الناقلات في الخليج، وحتى لو استمرت اعتداءات الحوثيين على المملكة العربية السعودية انطلاقاً من الأراضي اليمنية. لا أحد كان يتوقع أن يعيش العالم العربي في عقد واحد حراكاً ضخماً يغير صورته محلياً وعالمياً، فهو لم يعد تلك الكتلة البشرية الساكنة الخنوعة المعتادة على الإذعان الاجتماعي المفروض قسرياً من أنظمة تسلطية جاثمة على صدور العرب منذ سنوات الاستقلال، تسلطية عوضت الظلم الاستعماري بظلم محلي الصنع، وتعودت الأنظمة السياسية العربية باختلاف طبيعتها وشرعيتها المزعومة الدينية والثورية على إذعان المجتمع، متفننة في أساليب إعادة إنتاج نفسها عقوداً. عن الحراك العربي كتب عبد النور بن عنتر في صحيفة العربي الجديد: الانتفاضات الديمقراطية العربية التي بدأت من تونس قبل أن تنتقل عدواها إلى دول عربية أخرى أحدثت قطيعة استراتيجية في المشهد السياسي العربي الراكد والخنوع، وأدخلت العربي عصر المطالبة بالحرية والديمقراطية. إنها هبة جماهيرية لا سابقة لها في تاريخ العرب، فهي بمثابة الموجة الديمقراطية الأولى، إلا أنها أجهضت في مهدها باستثناء الحالة التونسية، إذ سرعان ما استعادت الأنظمة التسلطية العربية عافيتها القمعية، فتلك التي كانت مهددة بالعدوى تمكنت من تجاوز المحنة، أما التي ركبت الموجة وتدخلت في شؤون أنظمة أخرى فتعتبر نفسها في منأى عن هذا الحراك الشعبي، وبلغ بها الغرور السياسي درجة تحولها إلى قوة مناوئة للحراك العربي، حيث تستغل نفوذها ومالها وأجهزتها الإعلامية والدينية لإجهاض الحراك والحؤول دون تحقيق مطالب المتظاهرين. ولكن سيأتي اليوم الذي ينقلب فيه السحر على الساحر، وعلى الرغم من أن الانتفاضات الديمقراطية اندلعت في البيئة العربية الواحدة، إلا أن مساراتها تختلف باختلاف السياقات الوطنية، ما جعل المشهد الحركي على درجة عالية من الثراء. اعتقدت هذه الأنظمة التي اعتبرت أنها تعاملت بحزم مع أحداث الربيع العربي وحولت مسار حراكه في الاتجاه المرغوب، اعتقدت أن إجهاض الموجة الأولى من الحراك الشعبي سيقيها وحلفائها موجة أخرى، إلا أن حساباتها خاطئة، لأن السيرورة الاجتماعية معقدة يصعب توقع تحولاتها ومآلاتها. فإذا كان حراك الريف في المغرب بقي جهوياً محصوراً في منطقة بعينها ولم تنتقل عدواه إلى مختلف أنحاء البلاد، فإن الحراك وطني بامتياز في الجزائر والسودان،
يدشن موجة ثانية من الانتفاضات الديمقراطية العربية. لا تزال صفقة صواريخ S-400 مثار جدل بين المحللين السياسيين، ولا يكاد يمر يوم إلا ويأتي ذكرها في بعض المنابر الإعلامية أو على لسان بعض المسؤولين، ولا يزال كثير من المراقبين يتابعون باهتمام ما تتكشف عنه الأمور في هذا الخصوص، لأنه ينبني على إتمام أو إلغاء هذه الصفقة الكثير من المتغيرات السياسية في المنطقة، وربما تقود لإحداث تغييرات كبيرة في طبيعة الأحلاف الدولية، خاصة إذا تمت ودخلت في حيز التنفيذ، وفق مقال الكاتب ماهر علوش في موقع عربي 21. أعتقد أنه حتى يتم إنهاء الصفقة فعليا لابد من الدخول الفعلي في مسار صفقة أخرى، ولا يكفي أن تكون صفقة سياسية، بل لابد من صفقة تسليح، خصوصا أن تركيا لديها احتياجات في الدفاع والأمن، وهي تشعر بخطر يهدد وجودها، يختلف عن الأخطار التي كانت تمر بها سابقا، سواء في أزماتها مع اليونان أو قبرص. ولا شك في أن تخوفاتها ازدادت على أثر التصرفات العدائية التي قامت بها دول الناتو إبان أزمة إسقاط الطائرة الروسية، حيث قامت بسحب منظومة الصواريخ باتريوت بشكل مفاجئ من تركيا ودون سابق إنذار، في دلالة واضحة على تخلي حلف الناتو عن تركيا عند أول استحقاق يتهدد أمنها. لذلك لن تقبل تركيا إلا بإتمام صفقة أخرى مقابلة لها تسد من خلالها احتياجاتها، وهذه مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا. إلا أن المشكلة الكبرى فيما أحسب أنه لا توجد ضمانات لدى تركيا بإنجاز صفقة مماثلة. لا شك أن الصفقة فيما لو تمت واستلمت تركيا الدفعة الأولى منها سوف يكون لها أثر كبير على العلاقات الثنائية بين أمريكا وتركيا من جهة، والعلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا من جهة أخرى، إلا أن ذلك لا يرقى إلى مستوى تحولات جذرية أو استراتيجية في العلاقات بين البلدين، لكنه يفتح الباب على احتمالات أوسع. الصفقة مشكلة حقيقية، وخيارات تركيا صعبة جدا وتزداد صعوبة مع مرور الوقت، سواء من جهة إتمام الصفقة أو إنهائها، وفي الحالتين هناك الكثير من المخاطر على تركيا، ولا يمكن تجاوز هذه الصفقة دون حدوث تداعيات كبيرة على تركيا. يمثل جهاز جوجل نست هب الجديد نوعا فريدا من الأجهزة الذكية، ويتيح إمكانية التحكم في تجهيزات المنزل الذكي عبر إطار صور الرقمي. ويأتي إطار الصور الرقمي نست بشاشة صغيرة قياس 7 بوصات، كما أنه لا يحتوي على كاميرا لتوفير مزيد من الخصوصية وحماية البيانات. ويعني هذا أيضا أن الجهاز لا يتيح القيام بمؤتمرات الفيديو من خلاله، ولمزيد من الأمان يمكن أيضا فصل الميكروفون عن مفتاح انزلاقي. وتتحلى مزايا إطار الصور الرقمي في الخدمات التي تقدمها الشركة الأمريكية، مثل التقويم والخرائط والبريد الإلكتروني ومنصة يوتيوب. ويتيح الجهاز المتوفر بسعر $129 إمكانية عرض المسار للموعد التالي على الخريطة أو الوصول إلى قائمة تشغيل مخصصة على يوتيوب. ويتيح إطار الصور الرقمي نست هب إمكانية استدعاء الصور من الخدمة السحابية جوجل فوتو، سواء من الألبومات الفردية أو من المجموعة بأكملها، بينما يعمل المساعد الصوتي بشكل جيد للغاية في عرض صور معينة على الشاشة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.